حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد وجولة صحفية من الرافدين. نبدأها بأهم العناوين. نبدأ من موقع الهيئة نت قسم حقوق الإنسان. جرائم القوات الحكومية جعلت مساكن العراقيين مقابر جماعية. في المدى، العراق صدر 1 مليار برميل نفط في عام 2021 ويحافظ على سقف إنتاجه وفق أوبك. في فيرن أفريز، الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير مرخص ومبرره القانوني والمحلي والدولي ضعيف. وفي لوموند، موسكو في موقف قوي في مواجهة واشنطن خلال المحادثات الحاسمة حول الأمن في أوروبا. اقرأوا في الجارديان، ماكرون كان أمل الليبراليين في أوروبا وتحول الآن إلى فريسة اليمين المتطرف وخطاب الكراهية. في القدس العربي، دولة الاحتلال تصادر أراضي في القدس لإنشاء حديقة توراتية. وفي العربي الجديد، قرار قضائي بمنع سفر حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة. نبدأ من مقال الشيخ أحمد الغانم بعنوان أهمية التمسك بمبادئ الميثاق الوطني العراقي. قال فيه: مبادئ ميثاق العمل الوطني هي خريطة جامعة لمشروع سياسي شامل صاغت مبادئه وأفكاره لجنة تمثل فئات الشعب العراقي كافة، وتعد انطلاقته نقلة نوعية في العمل الوطني المشترك المناهض الذي يعمل لتحرير العراق واستعادة سيادته، إيمانا بأن أمن الوطن واستقراره هو الركيزة الأساس للذهاب نحو بناء نظام سياسي مستقل يعتمد على قرار الشعب العراقي. ولذلك شملت مبادئ الميثاق الجوانب المهمة للنهوض الفعلي للوطن الذي يخضع لاحتلال مركب صنع عملية سياسية هدفها التدمير العمراني والاجتماعي للبناء. كان الميثاق واعياً ومدركاً لهذه المخاطر ومآلات النتائج، لأن المحافظة على المجتمع من التدمير أهم الإنجازات والتحديات لأي قوة تعمل على تحرير العراق، وهو صراع بين إرادة الخيرين والأشرار. فجعل الميثاق في مبادئه اهتماماً واسعاً للمرأة والطفل والعشيرة ومقومات بناء الأسرة، وهذا يظهر فهم القائمين الدقيق لعوامل النهوض التي يجب العمل عليها في نهضة المجتمع والمحافظة عليه والتصدي لكل صفحات الاستهداف الممنهج الداخلي والخارجي. فاليوم يشهد العراق بعد 18 عاماً إرثاً صعباً من التدمير الاجتماعي بسبب الاحتلال وعملياته السياسية، فارتفاع حالات الطلاق ينذر بالتفكك الأسري، وتسرب عشرات الآلاف من المدارس يدق ناقوس الخطر عن جيل أمي قادم، وانتشار المخدرات التي تريد إيران والميليشيات نشرها بين الشباب العراقي حتى يبتعد عن دوره بقيادة العراق مستقبلاً، وبالتالي يدمرون مستقبل الأجيال، وهو ما ينعكس على تدمير مستقبل العراق كوطن. والمستفيد الأول هي إيران والكيان الصهيوني. ووصل الحال إلى اختطاف الأطفال والبنات من المدارس من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، والإتجار ببيعهم خارج العراق أو اغتصاب الأطفال. وما حدث للطفلة حوراء دليل على فداحة الجرائم المنظمة التي ترتكبها وتدعمها السلطات الحكومية في العراق. أضاف الكاتب: المؤشرات التدميرية يمكن التغلب عليها بشكل وطني، وذلك بالتمسك بمبادئ الميثاق الوطني العراقي التي هي إطار جامع للشعب وقواه الوطنية، وهي خط الشروع للعمل الجماعي، ولا تحتاج إلى أي إطار حزبي بقدر ما نحتاج إلى التمسك بها والعمل من خلالها بإطار موحد هدفه الأسمى وإعادة العراق وتحريره والنهوض به نحو بناء سياسي عادل والعمل للعراق، وهو الواجب الحتمي على الجميع، وهي أمانة الأجيال القادمة وحقهم علينا جميعا. قال الكاتب ناجح العبيدي: الصراحة ليست من شيم السياسيين عادة،
لكن وزير المالية العراقي علي علاوي شد عن هذه القاعدة في الأقل في أثناء كلمته أمام الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، عندما كشف بوضوح عن التحديات الخطيرة التي تنتظر الاقتصاد العراقي في المجالين النفطي والمالي على المدى المتوسط والبعيد. ربما يئس علاوي من تولي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة المرتقبة، وانطلق وزير المالية من توقعات متشائمة لأسعار النفط في السنوات العشر المقبلة في ضوء قرارات كثير من الدول الصناعية بالتحول من مصادر الطاقة المحفورية كالفحم والنفط والغاز نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى رأسها الشمس والرياح. حتى لو صحت التوقعات المتفائلة ببقاء أسعار النفط في مستوى يزيد عن 75 دولاراً للبرميل، وربما تجاوزها لحاجز 100 أو 200 دولار، فإن ذلك لن يغطي على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، ولن يمثل سوى مسكن للمضاعفات التي يعاني منها منذ عقود بسبب هيمنة الدولة الريعية وانكشافها على التقلبات الحادة في السوق العالمية للنفط. لقد كشف علاوي عن بعضها عندما تحدث مثلا عن أن فاتورة المعاشات التقاعدية وحدها تلتهم حاليا 19 تريليون دينار، مشيرا إلى أنها سترتفع قريبا إلى 25 تريليون دينار مع انضمام متقاعدين جدد إلى قرابة 2,500,000 متقاعد في العراق، ولا يستبعد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير مع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاماً واتخاذ قرارات قرقوشية بهذا الشأن، ومنها مثلاً شمول عشرات الآلاف مما يسمى بمحتجزي رفحاء بتعويضات تقاعدية تكلف الدولة العراقية أكثر من 100 مليون دولار شهرياً. كيف يمكن تبرير استحواذ شريحة الموظفين الحكوميين حتى وإن كانت كبيرة على معظم الثروة الوطنية، بينما تبقى فئات واسعة وخاصة في القطاع الخاص خالية الوفاض، ناهيك عن التراجع الخطير في الاستثمارات الحكومية الضرورية لنمو الاقتصاد الوطني؟ يرتبط هذا الاختلال بظاهرة أخرى كشف عنها وزير المالية في كلمته، وهي التضخم غير الطبيعي في جيش الموظفين الحكوميين. صحيح أن فساد النخب السياسية يؤدي دورا لا يستهان في هذا الاختلال، ولكن الهوة الشاسعة بين تكلفة الكهرباء وتعريفتها وكذلك ظاهرة التعدي على الشبكة وسرقتها والتخلف عن الدفع تمثل الأرضية الخصبة لاستفحال أزمة الكهرباء، الأمر الذي أسهم أيضا في تخويف المستثمرين المحليين والأجانب. المخدرات تغزو العراق، تحت هذا العنوان كتب ليث السعد مقاله في موقع عراق الترا، فلنستمع إلى ما جاء فيه. لا يكاد يمر يوم دون أن تعلن وزارة الداخلية عن القبض على عصابات بيع المخدرات، فهي ظاهرة أصبحت اعتيادية في جميع أنحاء العراق، حتى أعلنت الداخلية نفسها في خبر صادم أن أكثر من 50% من شباب العراق يتعاطون المخدرات من مختلف الأعمار، وأن الأبحاث تؤكد أن هنالك عوامل متشابكة في المناطق الفقيرة خاصة في العشوائيات تزيد من نسبة التعاطي، فالسيطرة الأمنية على هذه المناطق ضعيفة، وفيها تنتشر عصابات المخدرات وانتشار البطالة وتتدنى مستويات الوعي والخلافات العائلية وغيرها. ومن خلال السنوات الأخيرة صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، وسط تأكيدات بأنه تحول إلى ممر لها من إيران وسوريا إلى الدول الأخرى. وقد نفذت السلطات الأمنية العراقية خلال السنوات الماضية حملات لمكافحة المخدرات، إلا أنها وصفت بالضعيفة وغير الجدية، ولم ينتج عنها أي تضييق أو تحجيم لانتشار المخدرات في البلد.
يذكر أن القانون العراقي قبل الاحتلال الأمريكي للبلاد كان يعاقب بالإعدام شنقا مروجي المخدرات، لكن الإعدام ألغي بعد الاحتلال وفرضت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما. وتعد محافظات الوسط والجنوب وخاصة محافظة البصرة الأكثر تضررا من المخدرات، فقد أعلنت مديرية شرطة مكافحة المخدرات في البصرة أن جرائم المخدرات تتراوح بين 50 و60 شخصا كل أسبوع بالمقارنة مع 1000 شخص العام الماضي كله. وقال مسؤول الإعلام في شرطة البصرة إن أكثر أنواع المخدرات شيوعا هو المخدر المعروف باسم كريستال محليا، ومن الأنواع الشائعة أيضا الشائعة الأفيون، ويطلق عليه في العراق الترياق، كذلك الحشيش والأقراص المخدرة. ولا توجد إرادة سياسية عليا في التعامل مع المخدرات بصفتها خطرا يدمر شباب العراق يوميا. قال الكاتب نزار السهلي إن انتصار الأسير هشام أبو هواش بأمعائه الخاوية وإرادته الصلبة على السجان الصهيوني يفتح مجددا أسئلة صعبة ومعقدة في تعامل الاحتلال مع الأسرى بقوانين عنصرية ظالمة تجسد مبدأ كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية وكفاحها عبر تاريخ طويل يشهد حالة اشتباك دائم مع السجان الصهيوني، وفيها كثير من محطات الانتصار والإعجاب لما يبديه الأسرى من مواجهات بأدوات بسيطة وأجساد عارية لم تلق في عقودها الأخيرة سياسة فلسطينية وعربية تضغط على الاحتلال لتوفير مساندة لهم بالمعنى الحقيقي. بعيدا عن العاطفة مع قضيتهم، يقفز السؤال المهم برأيي، لماذا ينجح الأسير الفلسطيني في تسجيل بعض من نقاط الانتصار على السجان في معتقله عند العدو؟ وذات المعتقل ينتمي لنفس الأرض والقضية، ويتقاسم مع شقيقه كل الأحلام والآمال في معتقلات عربية، وأشهرها على الإطلاق فرع فلسطين في سوريا، حيث تسجل هزيمة مدوية للمعتقل الفلسطيني هناك. يفتقد المعتقل في فرع فلسطين لكل معاركه، تهزم إرادته منذ اللحظة الأولى لخبر اعتقاله، لا محكمة ولا قانون، لا خبر ولا صورة عنه ومنه، لا نطف مهربة ولا شارة نصر في وجه السجان، ولا أبيات شعر في حب الوطن والحياة تتحدى المحتل والسجان، لا مجتمع ولا بيئة مقاومة تسانده وتضغط على السجان للإفراج عنه، لا قضية له، غائب في العدم، مصيره متروك للجلاد، يفعل بجسده ما يشاء، يمزقه أو يقطعه أو يحرقه أو يدفنه، لا شيء سوى الحسرات تتحدث عنه خارج معتقله، والهمسات الخجولة للسؤال عن مصيره. أضاف الكاتب الحديث عن أقبية فرع فلسطين ليس للمفاضلة مع الأقبية الصهيونية ومحاكمها، فالاحتلال مغتصب للأرض والتاريخ وهو مجرم قاتل، وكل قوانينه ومحاكمه أنشئت لتسويق أكاذيبه وأساطيره لتغطية أكبر جريمة تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي. إلى صحيفة لوموند الفرنسية التي ذكرت أن التهديد بتدخل عسكري روسي آخر في أوكرانيا معلق على اجتماع الثنائي الأمريكي روسي هذا الاثنين في مدينة جنيف، فعلناً ترفض روسيا تقديم أي تنازلات بشأن مطالبها بما في ذلك إنهاء أي توسع في الناتو. إن الولايات المتحدة تدخل أسبوعاً من المحادثات مع روسيا وهي في موقف صعب، ويبدو أن الاستراتيجية الكاملة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتمثل في الحد من موضوعات الأزمة مع روسيا للتركيز بشكل أفضل على الصين حيث أثبتت جدواها. حتى داخل حلف الناتو نفسه، فإن فرضية التسوية مع موسكو على حساب كييف تحرك دول البلطيق وبولندا،
إن النشر السريع ل 2500 جندي في كازاخستان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يقوض قدرات الاستجابة الروسية في أوكرانيا حتى لو كان يعقد المعطيات. من ناحية أخرى، فإنه يؤكد طموح موسكو للتأثير على مصير جيرانها على الرغم من الديناميكيات الوطنية المتنوعة للغاية، وبالتالي حرمان كييف من الحق في اختيار توجهها. والاجتماع الحاسم لهذا الأسبوع في جنيف يندرج ضمن إطار الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي الذي بدأ في منتصف شهر يونيو في نفس المدينة السويسرية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. ومنذ ذلك الحين عقدت جلستا خبراء في شهر يوليو وسبتمبر الماضيين، ما أدى إلى إنشاء مجموعات عمل. أضاف الكاتب: دليلا على عدم الثقة المتبادلة، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن الجانب الروسي من المرجح أن ينشر معلومات كاذبة عن التنازلات المزعومة التي قدمتها إدارة بايدن في جنيف. وأوضح أنتوني بلينكين في السابع من الشهر الحالي قائلا: لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا بدأت روسيا استفزازا أو حادثا ثم تحاول استخدامه لتسويغ تدخل عسكري، على أمل أن يكون الوقت قد فات عندما يدرك العالم تلك الحيلة. نشرت مجلة فورين أفيرز مقال المسؤول السابق في إدارة باراك أوباما المستشار والبارز لبرنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية بريان فينكيون، تحدث فيه عن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا مؤكدا أنها من دون تفويض وتقوم على أرضية قانونية ضعيفة. مئات الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا بمهمة للحفاظ على الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة يخوضون بين فترة وأخرى مواجهات مع الميليشيات الموالية لإيران. فقبل أسبوع شن الطيران الأمريكي غارة على ميليشيات تدعمها إيران، وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الشيء. فمنذ عام 2016 لم تواجه القوات الأمريكية الميليشيات التي تدعمها إيران فقط، بل وقوات الحكومة السورية والمرتزقة الروس أيضا. وتكشف القائمة الطويلة مع الأعداء عن المناخ المحفوف بالمخاطر والمعقد الذي تعمل فيه القوات الأمريكية، ما يطرح أسئلة حول المنطق القانوني لعملية نشرهم في سوريا. ومن الناحية المبدئية، فالقانون المحلي والدولي يقيد شن الحروب، وعليه فالرئيس ممنوع من استخدام القوة من طرف واحد ومتى شاء، إلا أن القانون الأمريكي يشتمل على استثناءات في حالة الدفاع عن النفس والنزاع الذي صادق عليه الكونغرس، والقانون الدولي الذي يسمح بالقوة دفاعا عن النفس وصادق عليه مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة. ولأن الكونغرس ومجلس الأمن الدولي ترددا في المصادقة على نزاعات لأسباب سياسية وتتعلق بالسياسات، فقد وجدت الحكومة الأمريكية طريقا إبداعيا للتحايل على هاتين المؤسستين، ولا يوجد مكان أوضح على هذا التحايل من سوريا. مراقبون عن كثب للوضع بمن فيه مجموعة الأزمات الدولية أن وجود مئات من الجنود الأمريكيين على الأرض بهدف مواجهة تنظيم الدولة بات يؤدي دورا في تطويق شمال شرق سوريا ضد ما يمكن أن يتحول إلى ساحة حرب دموية في حالة انسحابهم. بإعلانها إتمام الجدار الأمني على الحدود مع غزة، يحكم الصهاينة يحكمون الخناق على سكان غزة المحاصرة منذ أكثر من 15 سنة. ويرى الفلسطينيون أن الجدار الجديد يجسد فعليا جعل غزة التي لا تتعدى مساحتها 365 كيلومترا مربعا جعلها سجنا كبيرا محاطا بالجدران والأسلاك، يتحكم الكيان الصهيوني
بتفاصيل كافة، ويتوج الجدار يتوج سلسلة طويلة من الإجراءات العقابية التي يتخذها صاينة على أهالي غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 وسيطرتها على غزة منتصف عام 2007. ويرى خبير قانوني أن بناء الجدار يكرس نظام التمييز العنصري الصهيوني، محذرا من تجدد المواجهة العسكرية في ظل استمرار الأوضاع الراهنة. وتمكنت كاميرا الأناضول من التقاط صور خاصة للجدار الصهيوني من داخل أراضي غزة. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.